يخنة لحم الكلاب التي تحمل اسم بوتشينتانغ من الأطباق الشهية بين بعض كبار السن في كوريا الجنوبية، خاصة وأن أكل لحوم الكلاب يعد جزءاً من المطبخ الكوري منذ قرون. ذبح وسلخ وطبخ لحوم الكلاب أمر عادي في كوريا الجنوبية، لكن الجدل ارتفع حيال هذا الموضوع. فما القصة؟ أثار قانون جديد يحظر أكل لحوم الكلاب وبيعها ردود فعل متباينة في كوريا الجنوبية بعد إقرار مشروع قانون من طرف البرلمان الكوري يحظر تجارة لحوم الكلاب. المشروع حصد الأغلبية الساحقة وسيدخل حيز التنفيذ بعد 3 سنوات، أي بحلول سنة 2027، ويمنع تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل تناول لحومها. وبلغة الأرقام تستهلك في كوريا الجنوبية 1.5 مليون كلب في السنة، وتقوم 3500 مزرعة بتربية الكلاب الصالحة للأكل توزع على 3000 مطعم. من يخالف القانون الجديد تكون عقوبته السجن لمدة 3 سنوات أو غرامة قيمتها 22,800 دولار.